صفحة جديدة للإعلام المغاربي والتي أنشئت في عام 2017 لدعم الإعلاميين المغاربيين والتعريف بهم. مشرف هذه الصفحة الصحفي التونسي كمال عويج، وأيضا هو الذي تولى إدارة مهرجان للأفلام القصيرة. ينضم إلينا كمال من تونس. مساء الخير يا كمال. مساء الخير أستاذة آلاء، تحية ليك وتحية كل مشاهدي قناة ليبيا الحدث، وشكرا على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا بك زميل كمال. بداية لو تحدثني عن فكرة إنشاء هذه الصفحة، كيف جاءت الفكرة وكيف كان تعاون وتجاوب كافة الصحفيين المغاربيين؟ نعم، في البداية فكرة جيت في البداية كنت من المغرومين في وسائل الإعلام. أنا بصفة عامة أنا إعلامي تونسي من بدايتي، كان في 2007. هناك عديد من الصفحات على الفيسبوك، كل صفحات خاصة بالإعلام مخصصة. مثلا في تونس لدينا صفحة خاصة للإعلام التونسيين تتحدث حول أخبار تلفزيون الإعلاميين وكل شيء. لكن فكرت أنا، قلت لما لنشأ أول صفحة تونسية مغربية تدعم الإعلاميين في كل المجالات في المغرب العربي الكبير. كنت أسمع نجوم الإعلام المغربية. الصفحة الآن الإعلام المغربية هي تأسست في 31/7/2017، يعني السنة يعني شهر قادم راح نحتفله 4 سنوات. والهدف الصفحة هو تعريف الوسائل الإعلام، يعني تعريف الإعلاميين من كل جهات من المغرب العربي الكبير. مثلاً زميلتنا إلي ممكن تنشر صورتها على الفيسبوك، يعني خاص للصفحتنا الإعلام المغربية. هناك عديد من الدول الأخرى يعملوا يعني ما بين قوسين، يعني يعملوا تعارف بيناتهم عن طريق صفحة نجوم الإعلام المغربية. هذا هو يعني بالفعل أنه تعريف وسائل الإعلام كان فكرة مميزة، قبيل متميز من وسائل الإعلام في تونس، في الجزائر، في المغرب، وكمان في موريتانيا، وأيضا في ليبيا. نعم، طيب كمال، كيف ترى يعني تجاوب كافة الصحفيين والإعلاميين في دول المغرب العربي مع النشر والتواصل والتعارف زي ما تحدثت حضرتك؟ يعني هل تجد هناك أريحية في التعامل والتعارف فيما بيناتهم؟ والله اسمح لي انه حبيت اقول انه هناك بعض صحفيين او اعلاميين اللي موجودين على صفحتنا يتواصلوا معنا على الصفحه الرسميه تبع نجوم الاعلام المغاربيه. هناك بعض اعلاميين جدد حابين ينزلوا اخبارهم على صفحتهم الرسميه معناتها. بخصوص هذا، يعني صفحة الإعلام المغاربية ليس فقط للعالمين فقط، بل يمكن كيف يعني كيف الوسائل، يعني كيف المواطنين او محبين الاعلام المغرب العربي يدخلوا على صفحتنا، يتعرفوا على كل الاعلاميين ما بينهم بعض. مثلا كما نشاهد حاليا زميلكم عبد الباسط نسبناه على صفحه رسميه تبع نجوم الاعلام المغاربيه. وايضا حبينا، هو الهدف انه الصفحه انه دعم الوسائل الاعلام المغرب العربي الكبير. يعني حبينا الهدف انه الاعلاميين، لماذا ما فماش اعلاميين ليس لديهم صفحه خاصه بالمغرب العربي الكبير؟
نعم. كمال أيضا ضمن الخبر أنك توليت إدارة مهرجان الأفلام القصيرة عن دول المغرب العربي، كيف رأيت في هذه المشاركات مشاركة ليبيا بالتحديد؟ نعم، بصراحة أولا حبيت أقول أنه تم تأسيس أسست مهرجان بعنوان بانوراما الفيلم القصير الدولي، هو أول مهرجان في تونس خاص للأفلام القصيرة. هو ليس فقط يعني للأفلام المغرب العربي الكبير، بل هناك بل هو مهرجان دولي. سابقا قد شارك مشارك من ليبيا سيد مخرج ابراهيم بفيلم وثائقي بعنوان اعطيني فرصه بدوره السابقه، يعني بدوره الخامسه للمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي، وكانت استحسان كبير. وهذا نداء يعني باسمي نحب نعمل نداء لكل صناع السينما في ليبيا، يعني نأمل المشاركة العديد من الأفلام في ليبيا في النسخة هذه، نسخة قادمة، نسخة دورة السابعة. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد كمال عويج إعلامي من تونس، كنت معي على الهواء مباشرة، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا لك.